يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. عميق. الحج آداب وأحكام. بدع الحج والعمرة وزيارة البيت الحرام. بدع المزدلفة. الإيضاع، وهو الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. الاغتسال للمبيت بمزدلفة. استحباب نزول الراكب بزعمهم ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم. التزام دعاء خاص بالمزدلفة. ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة، والانشغال عن ذلك بالتقاط الحصى لمخالفتها لسنة تعجيل صلاة المغرب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. أخرجه البخاري ومسلم. صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين. إحياء هذه الليلة. الوقوف بالمزدلفة دون المبيت. التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة، وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت، وإنما يتوسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته. بدع الرمي. الغسل لرمي الجمار. غسل الحصيات قبل الرمي. التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. الزيادة على التكبير قولهم: رغما للشيطان وحزبه، اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا، اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. التزام كيفيات معينة للرمي، كقول بعضهم: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد 70 فيرميها. وقال آخر: يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد 10. تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى 5 أذرع فصاعدا. رمي الجمرات بالنعال وغيرها. بدع الذبح والحلق. الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته ولا يستفيد منها إلا القليل، وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي، مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها إنما هم الحجاج أنفسهم، لأنهم لا يلتزمون في الذبح بتوجيهات الشارع الحكيم. ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. البدء بالحلق
بيسار رأس المحلوق. الاقتصار على حلق ربع الرأس. الدعاء عند الحلق بقوله: الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني. الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر. ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج آداب وأحكام. أشهد أن لا إله إلا الله. قناة المجد للحديث النبوي.